بسم الله الرحمن الرحيم. من علامات الساعة فتح بيت المقدس. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة الصغرى فتح بيت المقدس. هيا بنا نتعرف على الحديث الذي ذكر النبي فيه ذلك، وما هو ومتى حدث هذا الأمر، وهو فتح بيت المقدس الذي هو علامة من علامات الساعة الصغرى. هيا بنا نبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. أما بعد، فمن علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هو فتح بيت المقدس، علامة من علامات الساعة. أين أتى ذكر هذه العلامة؟ أتى ذلك في حديث رواه البخاري. روى البخاري عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة، فقال، يعني النبي قال له، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي. يبقى أول شيء من علامات الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثنا عنه سابقا. أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم ستة، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. وبالفعل حدث من هذه العلامات موت النبي صلى الله عليه وسلم، حدث في السنة 11 من الهجرة، سنة 11 من الهجرة، حدثت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أول واحدة موتي. ثم فتح بيت المقدس، وقد تم فتح بيت المقدس بعد وفاة النبي في سنة 16 من الهجرة، في زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ففي عهد عمر، في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، تم فتح بيت المقدس سنة 16 من الهجرة، وهو الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعدد ستا أولها موتي، بسنة 11 هجرية موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس سنة 16 من الهجرة. فتحها عمر بن الخطاب صلحا، فتحها عمر بن الخطاب صلحا 16 هجرية. وذلك أنه لما انتهى الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح من فتح دمشق، كتب إلى أهل إيليا وهي القدس، كتب إلى أهل إيليا اللي هي الإيه في زمانهم القدس، يدعوهم إلى الإسلام. وانتهى الحوار بينهم إلى قبول الصلح، واشترطوا وجود أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يعني وإحنا بنصطلح ونكتب شروط الصلح يكون أمير المؤمنين، أمير المسلمين في ذلك الوقت موجود، هم اشترطوا ذلك، اللي هو من أمير المؤمنين في ذلك الوقت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكتب أبو عبيدة بن الجراح
إلى سيدنا عمر ابن الخطاب. فسار عمر إليهم، واستخلف علي بن أبي طالب على المدينة، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فلما وصل سيدنا عمر إليهم صالح أهل بيت المقدس وأعطاهم ما يعرف اليوم بالعهدة العمرية، ما عرف بالعهدة العمرية. ده كان إمتى؟ كان سنة 16 من الهجرة، وهو الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو العلامة، اللي هو الذي ذكر في حديث أعدد ستا بين يدي الساعة. وكعادة الدنيا والتاريخ، نقطة ضعف الأمة الإسلامية هي الخلاف بين أهلها وأبنائها. ولما دب الخلاف بين المسلمين ودارت بينهم المعارك الداخلية، استطاع، خلي بالك دي، الخلاف الداخلي ده بين المسلمين هو نقطة ضعف الأمة الإسلامية. يعني النبي لما دعا ربنا عز وجل 3 دعوات استجاب الله له في 2 ولم يستجب له في 3. ايه هي 3 التي لم يستجب الله له؟ في حديث ذكرناه قبل ذلك في حلقة كاملة، أن دعا الله ألا يلبسهم شيعا فلم يجبه إلى تلك. ليه؟ لأن نقطة يلبسهم شيعا دي نقطة ضعف الأمة الإسلامية يختبرهم بها. قال لهم واعتصموا، وترك لهم الاختيار، فإن اعتصموا نجوا وغلبوا وفازوا بالدنيا والآخرة، وإن اختلفوا وكان بأسهم بينهم غلبوا في الدنيا وزاقوا الأمرين كما نرى نحن في عصورنا هذه. يبقى دب الخلاف بين المسلمين، حدثت المعارك الداخلية، استطاع الصليبيون احتلال بيت المقدس سنة 492 من الهجرة، الموافق 1099 ميلادية، وقتلوا أعدادا كبيرة في ساحة المسجد الأقصى وما حوله، قتلوا أكثر من 70,000 كما يذكر ابن الأثير في تاريخه. وفي عام 583 من الهجرة، الموافق 1187 ميلادية، حررها صلاح الدين، استعادها صلاح الدين مرة أخرى، استعاد القدس، بيت المقدس مرة أخرى، وعادت القدس إلى المسلمين بعد 88 سنة ميلادية، بعد 88 سنة ميلادية من احتلال الصليبيين لها، عادت القدس مرة أخرى إلى المسلمين. وفي عام 1948 احتلت العصابات اليهودية الجزء الغربي من مدينة القدس، وفي عام 1967 ميلادية أصبحت القدس كاملة تحت هذا الاحتلال الغاشم، وإلى يوم الناس هذا ما زال احتلالهم لبيت المقدس. وستفتح القدس بإذن الله تعالى في آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله، إلا الغرقد، يعني شجر الغرقد، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم، الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث الذي رواه مسلم يعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الولاية على بيت المقدس لليهود، بل كانت لإيه؟ لغيرهم. فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ستكون الولاية على بيت المقدس لليهود؟ الذي أخبره الله سبحانه وتعالى أن الولاية على بيت المقدس في آخر الزمان ستكون لليهود، وسيقاتلهم المسلمون وينتصرون عليهم في آخر الزمان.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.